السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي عن البلادر تيومرز. البلادر تيومرز كأهمية في الامتحان هي مور امبورتنت، أهم من الرينال تيومرز. تمام، هو بيقول لك ان هو الموست كومن نيورولوجيكال تيومر ايفر افتر البروستيت، ودي ام سي كيو مش مهم. هو الموست كومن نيورولوجيكال تيومر في مصر، وهي دي الام سي كيو المهمة، ودي اللي بتيجي في الامتحان. تمام، الميل للفيميل 3 لواحد، يعني بنقسمه نوعين، نوع بالهريسة خلينا ناخده في صفحة لوحده، البلادر تيومرز بنقسمهم لنوعين، نوع بالهريزيال يعني بيجي بسبب الهريسيا، ونوع نون بالهريزيال. هنعرف بيجي بسبب ايه دلوقتي. تمام، اهو نون بالهريسيال. خليني الاول اسألك سؤال، البلادر نوع الابيثيليوم فيها عامل ازاي؟ الابيثيليوم في البلادر بيتكون من طبقات كتير قوي، طبقات كتير فوق بعض، الطبقات ده هي قابلة للتمدد. قابلة لإيه؟ للتمدد. ليه؟ لأن البلادر دي بتتملى بيورين، واليورين ده بينفخ البلادر ويكبرها. ممكن أحيانا في بعض الأحيان البلادر تخرج من البلفس أساسا وهي فول بلادر. تمام أهو، ماشي. طيب الإبيثيليوم القابل للتمدد ده اسمه إيه؟ اسمه ترانزيشنال، جا من ترانزيشن، ترانزيشنال إبيثيليوم. ترانزيشن يعني إيه؟ يعني منتقل، متغير. خلاص، ده النورمال إبيثيليوم اللي موجود. طيب في البلهاريزيال سيل كارسينوما بيبقى الإبيثيليوم اللي فيها بيكون إيه؟ بيكون ستراتيفايد سكويمس، بينما في النون بالهاريزيال بيكون زي ما هو ترانزيشنال سيل كارسينوم، وده اسمه ستراتيفايد سكويماس سيل كارسينوم. ايه الفرق؟ اشمعنى النون بالهاريزيال بقى ترانزيشنال والبالهاريزيال بقى ستراتيفايد؟ خليني اول اقول لك الاستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم ده هو موجود فين تاني غير البلهاريزيا البلادر كارسينوما؟ موجود في السكين، موجود في الاسوفيجس، يكفي المثالين دول. السكين انت طول الوقت ايدك وجلدك بيتعرض لايه؟ لاحتكاك، صح؟ احتكاك حتى بالهدوم بتاعتك، احتكاك بالبلاط، باي حاجه خشنه. تمام، فلازم يكون الابيثيليوم اللي موجود في السكين ده هو مقاوم للاحتكاك، لازم يكون ابيثيليوم قوي. تمام، نفس الكلام في الاستومك، انت ممكن تاكل دوريتوس، الدوريتوس ده تاف جدا، تاف جدا يعني على الميوكوزا بتاعت الايه؟ الاسوفيجس. عشان كده الاسوفيجس بقى استراتيفايز فيهم عشان يتحمل الاكل، يتحمل الاكل. تمام، ما يجرحوش، ما يعوروش. بينما المعده مثلا، الاستومك، الاستومك كله منر، هو الاستومك معمول علشان تفرز اتش سي ال، تفرز اتش سي ال كلها منر. تمام، فالدوريتوس اصلا بينزل لها يتاكل بالاتش سي ال، ماشي، ما يعملهاش، ما يجرحهاش. خلاص، طيب هديك حاجه كمان دلوقتي، ديت الايه؟ الاسوفيجس، ودي الاستومك. الابيثيليوم هنا ايه؟ كلها منر، والابيثيليوم هنا ايه؟ ستراتيفايد سكويمس، هو شكله عامل كده، بيبقى بيز كيوبويدال، كيوبويدال بعد كده بوليجونال، بوليجونال، بوليجونال بعد كده ايه؟ سكويماس فوق. تمام، بس هو بيتكون من طبقات كتير وقوي يعني، بينما الاستومك هنا كله منر، ماشي. طيب ايه اللي موجود في الاستومك هنا؟ اتش سي ال اللي هو بالاحمر ده، اتش سي ال اهو. في حاجه اسمها جيرد، ارتجاع المريء، جاستريوس فيجير ريفلكس ديزيز. في المرض ده هوت الاستومك ال اتش سي ال اللي فيها ممكن يطلع فوق على مين؟ على الاسوفيجس. الله، يطلع فوق على الاسوفيجس. طب هل الاسوفيجس بيستحمل ال اتش سي ال ده؟ لا، امال اشمعنى المعده بتستحمله؟ لان الكولامنر ايبيثيليوم اللي المعده بتفرزه بيطلع فوق هنا كده ايه؟ ميوكس، يحمي المعده من ال اتش سي ال. طيب في مرض الجرد ال اتش سي ال بيطلع فوق على الاستومك، على الاسوفيجس قصدي، يقعد مثلا 10 15 20 سنه.
في ال 20 سنه دولت ال اتش اس ال عمال يعمل اريتيشن 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 للاستومك، سوري للاسوفيجس. لما يعمل اريتيشن الاسوفيجس، والاسوفيجس عمال يتعور منه، ما هوش عارف يقاومه، فالاسوفيجس يلجا لحيله اسمها ميتا بليزيا. ميتا بليزيا يبدا الاسوفيجس يحول الاستراتيفايد سكويماس اللي من اللي هو بيتكون منه يحوله الكولامنر. اشمعنى؟ عشان الكولامنر ده هيطلع ميوكس، والميوكس يجارد اجينست، يحمي اجينست الاتش سي ال. تمام. الاسوفيجس اللي بيحصل له الكلام ده بنسميه باريت اسوفيجس. انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان ما تتلخبطش في الامتحان وتقول بالهاريزيال تبقى ترانزيشنال ابيثيليوم. لا، الترانزيشنال ابيثيليوم ده نورمالي موجود في الايه، في البلادر. تمام، جميل. اللي بيحصل بقى في البلهاريزيا ان لو الشخص ده هو عنده بلهاريزيا، هيكون في حاجه اسمها بلهاريزيال اوفا، هتبقى موجوده في البلادر طول الوقت. طول الوقت الاوفا دي تعمل اريتيشن للبلادر، حاجة مسننة جدا ومدببة جدا، يا اما يكون لها مدببة من هنا يا اما مدببة من الجنب على حسب نوع الايه البلهاريزيا، هيماتوبيوم ولا ايه ولا منسوني. تمام. المدببة دي تقعد تعمل اريتيشن وتقعد تنغص تنغص في الابيثيليوم الترانزيشنال اللي هو اصلا غير مصمم على الاستحمال، فيبدا البلادر على مدار 10 20 سنة تبدا تعمل ايه، تبدا تعمل ميتابليزيا، تغير نوع الابيثيليوم بتاعها لنوع بيتحمل الشكشكة دي، هتغيروا الاستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم. بينما النون بالهاريزيال مش محتاجه الكلام ده، مفيش حاجه بتعمل اريتيشن، فايه المانع ان يكون الكارسينوما طالعه اصلا من نفس نوع الابيثيليوم ترانزيشنال اللي موجود؟ فهمتها؟ يبقى لما يجي يقول لك البلهاريزيال كارسينوما نوعها ايه، تقول له استراتيفايد، تبقى فاهم ان في اوفا تعمل اريتيشن، اريتيشن يعمل ميتابليزا، الميتابليزا تحولها لاستراتيفايد سكويماس اللي هو الابيثيليوم اللي بيتحمل اهو، مقاوم للاحتكاك، فتحولت من مقاوم للتمدد لمقاوم للاحتكاك. نفس المثال حصل في الباريت اسوفيجس، اتحول من اللي مقاوم للاحتكاك ده هو اتحول للمقاوم للاتش اس ال اللي هو الكولامنر. تمام، فاهمها؟ تمام قوي. نرجع بقى ايه، دي حاجه بس كنت عايز اشرحها على جنب. طيب البلهاريزيا او البلهاريزيا بلادر كارسينوما تيجي في العقد الثالث او الخامس، مش مهم. النوع بالهاريزيا بتيجي بسبب السموكينج غالبا. تمام، من السادس، من الخامس للسادس، يبقى في اولدر شويه، في الاولد ايج شويه. تمام، ما هو عشان السموكينج يعمل ترانزيشنال سيل كارسينوما هياخد فتره طويله جدا يوصل للعقد الخامس والسادس، لكن هنا علشان في اوفا بتعمل اريتيشن فالمده هتبقى قليله. تمام. طيب البريديسبوزنج فاكتورز، البلهاريزيا بلهارزيزيس والباقي ده كله اسباب النون بلهاريزيا اللي كنت بقول لك هنعرفها كمان شويه. كرونيك يو تي اي سموكينج، وده الان موست كومن، ودي ام سي كيو. كيميكال كارسينوجين شبه الالينين داي، الالينين داي دي اللي بتستخدم في يعني في صبغ الملابس. تمام، الناس اللي شغالين هناك وكده. طيب الجروس بيكتشر بيقول لك ان الكلام ده مهم جدا، ام سي كيو فيري فيري امبورتنت، ركز عليه. فرق بين البلهاريزيال والنون بلهاريزيال، البلهاريزيا بتبقى نوديولار فانجيتنج، ده شكل التيومر، لو جيت رسمت البلادر كده هتلاقي ان التيومر جواها كده عامل كده. تمام، ممكن يكون بابيلاري طالع لفوق كده، بابيلا اهي، ممكن يكون مالجننت ايه، مالجننت ألسر، ألسر موجود، بس اشهر حاجه النوديولار. طب بالنسبه للنون بلهاريزيا، لا النون بلهاريزيا اشهر حاجه في الايه، البابيلاري، يعرف لي ده ام سي كيو مقص كده. البلهاريزيا النودولار فانجيتنج اشهر حاجه، النون بلهاريزيا اشهر حاجه البابيلاري، ام سي كيو واعرفها لي كده، اعرف لي الموست كومن بس، واصلا الباقي سهل يعني، هنا السريتيف وهنا السريتيف ثالث حاجه والباقي عكس. تمام. طب المايكروسكوب بيكتشر، البلهاريزيا سكويماس سيل كارسينوما. تمام، وعرفنا ليه، فهمناها، لكن دي ترانزيشنال وبرده اعكس، وفي الاخر حط الادينو كارسينوما، سهله خالص. طيب البلادر تيومر دي بتطلع فين؟ في البوستيريور وول اهم حاجه، ودي ام سي كيو. ايه هو البوستيريور وول؟ انت لو جيت رسمت البلادر كده، المنظر ده، ده منظر جانبي، هنا انتيريور وهنا بوستيريور، ده البوستيريور وول. طب اللاترال وول اهو،
اللي هو المسقط التالت ده اللي مش باين في الرسم، تمام. طب الانتيريور وول اهو. طب الفولت، الفولت اللي هو ده. طب الترايجون، الترايجون ده حاجه كده في البوستيريور وول مثلثه اسمها ترايجون. اللي يهمني ان البوستيريور وول هو اشهر مكان للبلادر سيل كارسينوما، ودي ام سي كيو. الموضوع بسيط خالص، تمام. التي ان ام ستيجنج، التي ان ام ستيجنج زي ما كان مهم في البلادر او في الرينال كارسينوما، فهو هنا فيري امبورتنت، مهم جدا ام سي كيو. طبعا التي ان ام ستيجنج في الرينال كان سهل شويه، لكن في البلادر معقد حبتين، فعشان كده حولته لرسمه هنعرفها مع بعض دلوقتي بالريفرس. احنا لو جينا خدنا جزء او مقطع من الوول بتاع البلادر، يعني خدنا الحته دي كده وبصينا لها تحت الميكروسكوب، الحته دي المربع ده كده، تمام، وبصينا عليها تحت الميكروسكوب، هنلاقي ايه كاناتومي او كهيستولوجي؟ يعني هنلاقي الاول ايبيثيليوم، نورمال ايبيثيليوم، وهنلاقي تحت الايبيثيليوم حاجه اسمها بيزمنت ميمبرين، صح ولا؟ احنا خدنا الكلام ده اللي هو الممبرين اللي فوقيه الايبيثيليوم. طيب تحتيها هنلاقي كونكتيف تيشو كده وبلاد فيسلز، هنسميها لامينا بروبريا. لامينا يعني طبقه، تمام. بروبريا يعني رئيسيه، دي الطبقه الرئيسيه واكبر طبقه في البلادر، المفروض نسيبها تحت خالص كده تبقى كبيره خالص، تمام. بس انا ايه يعني مراعاه مش عايز اكبر الرسمه يعني، تمام. طيب بعد كده الاقي الماسل لاير اللي هي اسمها ديتروزر ماسل. الديتروزر ماسل بتتكون من طبقتين، طبقه لجوه وطبقه لبره. طبعا ده الليومن، وكل ما انزل كده انا بطلع لبره، فبالتالي اول طبقه ماسل تقابلني هتكون هي الانر لامينا ماسل لاير، والطبقه اللي بعدها هتكون الاوتر ماسل لاير. بعد كده في شويه طبقه صغيره قوي كده بس انا رسمتها كبيره اسمها البيري فازايكال تيشو، دي اللي حوالين البلادر. بيري يعني حوالين، فيزايكال مش فيزيكولار، فيزايكال. بيري فيزايكال هعدلها بعد شويه. بيري فيزايكال هي اللي حوالين البلادر، هي اللي بتغطي البلادر، تمام. دي النورمال اناتومي. طب نيجي بقى للتي ستيجنج بتاع البلادر تيومر. هلاقي ان اول ستيج اسمها نون انفيسيف بابيلاري تيومر، بسميها تي اي. يعني ايه نون انفيسيف؟ يعني ما دخلتش حتى البيزمنت ميمبرين، يا دوب كده جنب الابيثيليوم طالعه كده شطاني كده، تمام. اهي نون انفيسيف يعني ما دخلتش، ما خرمتش البيزمنت ميمبرين. بابيلاري شبه البابيلا اهي، تمام. تاني نوع اسمه كارسينوما انسايتو، انسايتو يعني في مكانه، ما تحركش من مكانه، تي اي اس، تلاقيه بالشكل ده كده، بيسموه فلات تيومر. يعني ايه تي اي اس؟ يعني ما خرمش البيزمنت ميمبرين، هو على طول البيزمنت ميمبرين ماسك البيزمنت ميمبرين ولكن لسه ما خرموش، فيسموه كارسينوما انسايتو يعني في مكانه، تمام. تاني واحد بقى تي 1، تي 1 ده ماسك فين؟ هو عمل بقى انفيسيف، هو اتخرم البيزمنت ميمبرين وبقى موجود خلال اللامينا بروبريا، تمام. فتي 1 يعني تيومر ماسك خلال اللامينا ايه بروبريا. تي 2 بسميه تي 2 اي وتي 2 بي. تي 2 اي واخد واصل لمين؟ انت شايف واصل لمين؟ واصل للانر ماسكولار لاير، تمام، فسميته تي 2 اي. طيب اللي بعده ده واصل فين؟ للانر ماسكولار او للاوتر، سوري، الاوتر ماسكولار لاير، الطبقه اللي بره خالص، فسميته تي 2 بي. تي 3 اي، تي 3 بيقول لك ان هو انفيد، انفيد مين؟ اللامينا بروب، انفيد البيري فيزايكال تيشو مايكروسكوبيكالي، يا دوب كده مايكروسكوبيك انفيجن، لسه في الاول لسه ما دخلش جواها، فسميته تي 3 اي. تي 3 بي بقى ده واصل فين؟ ده واصل للبيري فيزايكال تيشو كله، تمام. يبقى تاني رقم واحد نون انفيسيف بابيلري، رقم اتنين كارسينوما انسايتو، واحد وصل لامينا بروبري، اتنين ايه انر ماسكولار لاير، اتنين بي اوتر ماسكولار لاير، تلاتة ايه فيزايكال تيشو، بيري فيزايكال تيشو اهو، بيري فيزايكال، فيزايكال بيري فيزايكال تيشو مايكروسكوبيكالي في الاول تي 3 اي، بعد كده تي 3 بي وصل فين؟ مايكروسكوبيكالي بقى، تمام. فاضل تي 4، تي 4 ده نجيبه منين؟ من هنا. ديت البلادر اهي، واللي بالاحمر ده التيومر.
التيومر عمل انفيجن للبروستات والفاجينا واليوتيروس هسميه تي 4 ايه. طب لو التيومر عمل انفيجن لللاترال بيلفيك وول هسميه تي 4 بي. تمام، في رسمه كده حفظت انت الدنيا. اقرا كده معايا. تي اكس يعني البرايمري تيومر، تي اكس يعني البرايمري تيومر كان نوت بي اسيستد، فاكر بتاعت الكدني. تي زيرو يعني نو ايفيدنس اوف مالجنينت تيومر. تي اي نون انفيسيف بابيلاري. تي اي اس كارسينوما ان سايتو فلات تيومر. تي واحد انفيد اللامينا بروبريا. تي اتنين انفيد الماسكولاريس بروبريا، بس بنقسمها ايه؟ بنقسمها الى انر 1 هاف تي 2 اي وتي 2 بي اوتر 1 اي 1 هاف. خلاص. تي 3 انفيد انتو بيري فيزيكال تيشو. اي مايكروسكوبيك انفيجن، بي ماكروسكوبيك انفيجن. تمام، كنت تقعد تحفظ الكلام ده هتنساه، انما بالرسمه تبقى سهله جدا. اربعه بدا يكون ماس بقى، فيكسد ماس تو ذا سراوندنج. يا اما تبقى تي 4 اي بقت فيكسد للبروستيت في الميل واليوترس والفاجينا في الفيميل، يا اما تي 4 بي بقت راحت اللاترال بيلفيك وول انتو بيلفيك سايد ايه وول. طب بالنسبه للان، ان اكس ريجنال ليمف نود كانت بي اسيستد، ان 0 نو ليمف نود، ان 1. وده سؤال ام سي كيو طبعا، التي ستيجنج ده كله ام سي كيو ملطش الام سي كيوهات. ان 1 بقى ام سي كيو في الحته اللي جايه دي، الميتاستاسيس هنا راح لسنجل ليمف نود عشان كده سميناها ان 1. تمام، فين السنجل ليمف نود؟ في الترو بيلفس. تمام، يا اما الهايبوجاستريك يا اما الاوبتيوريتور يا اما الانترنال والاكسترنال الياك. اما ان 2 ده هنا متاسس المالتيبل ليمف نود ان ترو بيلفس، يعني ان 1 كانت واحده من الثلاثه دول او من الاربعه دول، ان 2 اكتر من واحده منهم، ان 3 بقى راحت للكومون الياك والبارا اورتيك ليمف نود. نحفظ الكلام ده لانه بيجي ام سي كيو. تمام، عايز بس اقول لك يعني ايه ترو بيلفس وفولس بيلفس. الترو بيلفس والفولس بيلفس ده عندك دائرة اللي هي الدائرة الأحمر دي اسمها بيلفيك بريم، بريم يعني مدخل. تمام، دي اسمها بيلفيك ايه؟ بريم. اللي تحت البيلفيك بريم ده الترو بيلفس، واللي فوقيه اللي هو اللي بالأخضر ده ده الفولس بيلفس. يعني ايه؟ هتلاقي ان الكولون مثلا اللي هو السيجمويد كولون موجود هنا، موجود في الفولس بيلفس، بينما الريكتم والانال كانال موجودين فين؟ في الترو بيلفس. هتلاقي هنا الايه؟ السيكم اهو موجود في الفولس بيلفس. تمام، بينما البلادر مثلا واليوريثرا موجوده في الترو بيلفس. تمام، دي برضو حاجه تانية اهو، ده البيلفيك بريم اهو، فيما فوق هنا الفولس بيلفس، لكن اللي معمول بهاله كده ده اسمه الترو بيلفس. تمام، عشان تعرف بس فرق بينهم. طيب تيجي بقى للان كلاسيفيكيشن او للدي ام كلاسيفيكيشن، ده سهل خالص. الام اكس كان نوت بي اسيست، الام 0 نو ديستنت ميتاستاسيس، ام 1 ديستنت ميتاستاسيس، سهل خالص. تمام كده انت عرفت التي ان ام كلاسيفيكيشن بتاع الايه؟ بتاع البلادر كارسينوم. نيجي بقى للبرزنتيشن والدايجنوزس والتريتمنت واللي هم مهمين جدا جدا جدا. عيان البلادر بلادر كارسينوم هيجي لك بايه؟ السؤال ده البرزنتيشن اللي هو جه سؤال عملي لدفعه البكالوريوس. تمام، قال لك البرزنتيشن او الموست كومون، الموست كومون برزنتيشن بتاع البلادر كارسينوم هتقوم قايل له ايه؟ هيماتوري، ده الموست كومون. ممكن تجي لك انت ام سي كيو هيماتوريا جروس مش مايكروسكوبيك، شبه فاكر النان تروماتيك، بينليس بينليس، وزود كمان انها كمان توتال، وانت عارف يعني ايه توتال. تمام، في بقى حاجه اسمها مالجننت سيستايتس. يعني ايه سيستايتس؟ سيستايتس يعني سيست يوصف بها البلادر، فسيستايتس يعني التهاب في البلادر. فايه اللي عنده سيستايتس ده؟ عنده حاجه اسمها ديسيوريا. تعالى كده، ديس يعني وحش، يوريا يعني في بين او حرقان في البول. من الاخر ديس يوريا يعني حرقان في البول. ايرجنسي هي اللي شرحت لكم الكلام ده قبل كده. ايرجنسي معناها ان هو يعني دايما مزنوق، شرحتها في البي بي اتش، دايما مزنوق. فريكوينسي يعني بيروح الحمام كتير.
بولي ميكتيوريشن اهي، بولي ميكتيوريشن. بيرنينج ميكتيوريشن هي هيها ديسيورين، هي هي تمام. طيب لمده سنه، عشان اقول ان يعني العرض اللي انت شايفها ده هي دي بتاعت السيستايتس بس، يعني دي بتاعت سيستايتس. اما فور 1 يير وذاوت هيماتوريا دي بتاعت المالجنانت ايه سيستايتس، بس في الغالب معاها هيماتوريا. طيب بارانيوبلاستيك سيندروم شرحناه قبل كده، نفس الكلام برضو اللي خدناه في الرينال تيومر، هايبر ثايرويديز، هايبر كالسيميا وهكذا. ميتاستاتيك سيندروم، الميتاستاتيك سيندروم بقى يعني حصل ميتاستاسيس، جنرال اكزامينيشن هلاقي فيها بالجنرال اكزامينيشن هلاقي فيها ايه يوريميا ميتاستاسيس، بي ار اكزامينيشن اللي هو بالريكتال اكزامينيشن هلاقي فيه ماس، بشوف السايز والاكستنت والموبيليتي بتاعتها. انت عندك طبعا دي ده البلادر اهو والريكتوم جنبك هنا، فالفينجر بيدخل طبعا هنا، هنا في ده التيومر ال 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 البلادر تيومر، الفينجر يدخل هنا كده ويتحسس التيومر ده، اسمها بي ار او بير ريكتال خلاص. بيشوف الماس والتيومر سايز والى اخره تمام. طيب في بقى بالابدومينال اكزامينيشن هيشوف برضو رينال ماس لو في هيدرونيفروزس، سبلينوميجالي لو بالهاليزيال، لو هي بالهاليزيال بلادر كارسينوما الاقي فيها سبلينوميجالي، لا عشان ده الكلام ده طبعا ماشي. طيب ايه حوار بقى رينال ماس وهيدرونيفروزس؟ انت عندك هنا في يوريتر، لو الماس ده هي اللي بالاحمر دي ضغط على اليوريتر وسدته هيحصل ما يسمى بالباك بريشر، اليوريتر هيبقى دايليتد وبالتالي الكدني هتبقى دايليتد وتتملى الكدني، تتملى ايه؟ تتملى ميه. لما الكدني تتملى ميه بنسميه ايه؟ هايدرو نيفروزس تمام. فهمناها. بالابدومينال اكزامينشن ممكن نلاقي رينال ماس هي عباره عن هايدرو ايه نيفروزس تمام. الدايجنوزس، الدايجنوزس بقى يعني ده كلام ما يعني مش اهميه قوي يعني، بالام ار اي ده البيست ايمجينج وده ام سي كيو. في بقى حاجه اسمها اي يو اي، اي يو اي اللي هي اكزامينشن، اكزامينشن اندر انستيزيا تمام. ممكن اعمل سيستوسكوبي، سيست يعني بلادر، اوسكوبي يعني سكوب يعني اللي هو اندوسكوب في البلادر، ممكن اعمل بايوبسي تمام. الكلام ده كله ملوش اي لازمه، اقراه خلاص قراءه فقط. نخش بعد كده على التريتمنت، انا بس عايز الاول اقسم لك التريتمنت دي تقسيمه من عندي قبل ما نبدا نقراها. احنا هنقسم البلادر تيومرز لنوعين، نوع نون ماسل انفيسيف يعني من اول تي اي لحد تي واحد، من الاخر اللي هو تي اي وتي واحد يعني تمام، وماسل انفيسيف. الماسل انفيسيف ده تي اتنين لحد تي اربعة خلاص، يعني ده لحد تي اربعة، لكن ده تي 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 اي وتي واحد، دول دو يعني الماسل انفيسيف ده، ده بنعمل فيه راديكال سيستكتومي. يعني ايه راديكال سيستكتومي؟ كلمة اكتومي اللي احنا متعودين عليها اهي، وسيست يعني بلادر، ده اللي انا بشيل فيه البلادر بشيلها خالص. لكن طالما التيومر موصلش للمصل بقى كان نان مصل انفيسيف، انا هشيل التيومر وخلاص، هعمل تيرم ترانس ريسكشن، ترانس يوريثرال ريسكشن اوف بلادر تيومر. يبقى لو وصل للمصل هعمل سيستكتومي، لو ما وصلش هعمل تيرم اهو. النون انفيسيف بقى اللي ما يعني ما وصلش للمصل بعمل له تيرم اللي هو ترانس يوريثرال ريسكشن، ترانس يوريثرال ريسكشن اوف بلادر تيومر. خدنا قبل كده واحده تانية تي يو بي تي، ترانس ريسكشن بلادر او ترانس ريسكشن، ترانس يوريثرال ريسكشن اوف بروستيت تيرب، لما تربت ديت ترانس يوريثرال ريسكشن اوف بلادر تيوم تمام. فولد باي انترا فيزايكال ثيرابي، بحط بقى جوه البلادر اللي لسه موجوده بحط فيها بيتا اتش سي جي ده كاميونو ثيرابي او لوكال كيمو ثيرابي تمام. طب وصلنا بقى للانفيسيف، للماسل انفيسيف
بلادر تيومر. ساعتها يا اما اعمل سنجل موداليتي حاجه واحده بس، يا اما سيرجري، يا اما راديو ثيرابي، يا اما كيمو ثيرابي، يا اما اعمل كومبايند تريتمنت. شبه ايه؟ شبه لما ادمج السيرجري زائد الراديو بعمل بوست بري اوبراتيف راديو ثيرابي، او اي واحده من دول راديو ثيرابي او سيرجري ومعاهم ادجيفنت كيمو ايه؟ كيمو ثيرابي. رقم واحد السيرجري، واللي يعني مهم جدا في الشرح، بعمل راديكال سيستكتومي ويوريناري دايفرجن. هنعرف ايه هي راديكال سيستكتومي وايه هي اليوريناري دايفرجن. طبعا سيستكتومي البريفكس بتاعتنا طبعا يعني نصغر البتاع شويه اوكي كويس. راديكال سيستكتومي في الميل بشيل البروستات وبشيل السم، خلينا نسميها كده ده في الميل اهو. بشيل مين بقى؟ بشيل البروستات. البروستات دي يعني لو تاخد بالك هي كانت متصله كده بحاجه اسمها سيمينال فيسيكل اللي بيتخزن فيها السيمن اهي، اسمها سيمينال فيسيكل. بشيل البروستات وبشيل السيمينال فيسيكل، ومش بس بشيل البلادر، ده انا بشيل البلادر واللور اند اوف يوريترز، الحته دي بتتشال مع البلادر، وبشيل الليمف نودز اوف ترو بيلفس، بفضي العيان حرفيا. طب في الفيميل ده انا في الفيميل بقى زياده عندها هنا الفاجينا واليوترس، انا بشيل اليوترس والفالوبيان تيوبز اللي معاه والابر فاجينا، اسيب حته بس صغيره عشان الكويتس اللي هو الانتركورس يعني، والابر برضه، وبشيل الاوفرس كمان. يعني بفور المنطقه دي كلها بقى بفضيها. بس هنا سؤال، انت قلت هنا بشيل اللور اند اوف يوريترس، وهنا قلت انك بتشيل بلادر، طب الكيدني هنا كده هتفضي اليورين فين؟ هي دي بقى عملية اليورينري دايفرجن. دايفرجن يعني تحويل مسار، بعمل تحويل مسار للبول تمام. وخليني ده اشرحه ايه لوحده ماشي. طيب الجولد ستاندرد تريتمنت هي السيرجيكال، اقصد بيها السيرجيكال اللي هي راديكال سيستيكتو، والسرفايفل ريت من 50 ل 60% لمده 5 ايه سنين، يعني هو باد بروجنوزس عموما يعني تمام. خليني اشرح الكونتنت ميكانيزم والكلام ده كله، خليني اشرحه ايه لوحده بعدين. الراديو ثيرابي لما السيرجري تبقى كونترا انديكيتد، وبقى الكلام هنا قراءه فقط. وطبعا الراديو ثيرابي خد بالك ان هو كونترا انديكيتد في ترانزيشنال سيل كارسينوما. ترانزيشنال سيل كارسينوما بعمل سيستيك. اما الراديو ثيرابي كويس فين؟ كويس في الايه؟ في السكويماس، كويس في السكويماس سيل كارسينوما بس. الباقي قراءة. الكيموثيرابي برضو قراءة، وبرضو بيقول لك ان هو ده بقى اللي يوزد مينلي في الترانزيشنال سيل كارسينوم، ده اللي بيستخدم في الترانزيشنال سيل ايه؟ كارسينوم يوزد تمام. الباقي كله قراءة. الكومبايند بقى والكلام ده كله برضو قراية، مفيش فيه أي حاجة مهمة تتشرح الصراحة تمام. اللي يهمني بقى ده ادفانتج، كل الكلام ده كلام فاضي. اللي يهمني بقى ده اليورينري دايفرج. خلي بالك في الاول لما جيت اقول لك هقسمها ومش هقسمها، قسمناها نون ماسل انفيسيف وماسل ايه انفيسيف. طيب المفروض قبل كده يبقى في تقسيمه نون ميتاستاتيك يعني ما حصلش ميتاستاسيس، وميتاستاتيك يبقى بقسمه ميتاستاتيك ونون ميتاستاتيك. النون ميتاستاتيك بقسمه نون ماسل انفيسيف وماسل انفيسيف، ونكمل شويه ما احنا قلنا. طيب الميتاستاتيك بقى علاجه ايه؟ هو بالياتيف، وشرحت لك يعني ايه بالياتيف ثيرابي قبل كده تمام، ما بعملش اي حاجه. طيب اليورينري دايفرجن بقى، اليورينري دايفرجن ده اللي هو تحويل المسار، ده عباره عن ان ميثود باي ويتش المان كان جيت ريد اوف يورين اوتسايد راذر ذان النورمال باسج تمام. ركز معايا كده، احتاج حته فاضيه وليكن صفحه كامله فاضيه مش مشكله ماشي. اللي انا هرسمها دي ده يوريتر اهو، ودي البلادر اهي، ودي اليوريتر. اللي هيحصل، اللي هيحصل انك هتشيل ايه البلادر، وعايز توصل اليورين من هنا لهنا او لاي حته تانية عموما. طبعا عندك ده هنا كده سي مثلا ان ده الانتيريور ابدومينال وول
تمام. انا عندي فكرة، انا ممكن اجيب بلادر صناعية واركبها ونبقى حلينا الموضوع. قال لك ده حل، دي حاجة اسمها اورثو ستاتيك بلادر. جميل. طب سؤال، العيان ده هيعرف يخرج اليورين فولانترلي ولا ان فولانترلي؟ ها، بمزاجه ولا مش بمزاجه؟ قال لك بمزاجه، ما انت اليوريثرا موجوده، واليوريثرا ده هي جواها حاجه اسمها انترنال، مش انترنال بقى اكسترنال، الانترنال راح مع البلادر، اكسترنال يوريثرال سفنكتر، وده انا اللي متحكم بيه، انا اللي متحكم فيه. فبالتالي هتبقى هنا ايه؟ فولانترلي. يعني مع الاورثوستاتيك بريشر بلادر انا بخلي الايه، بطلع اليورين فولانترلي بمزاجي. قال لك انا هعمل حاجه تانية، انا هشيل الاورثوستاتيك بلادر ديت وهركب من عندي ريكتو، ده ريكتو فسميناها ريكتو بلادر. لا لا اسف، لا لا مش بركب ريكتو، انا بركب اورثوستاتيك بلادر. تمام. قال لك مين اللي جنبي هنا؟ ده الريكتوم صح؟ مش ده الريكتوم؟ قال لك انا هجيب اليوريترز دول وهروح لازقهم في مين؟ في الريكتوم، بحيث اليورين يمشي فين؟ يمشي من اليوريترز كده وينزل مع الايه؟ مع الاستول في الريكتوم. فسمينا الكلام ده هوت ايه؟ ريكتو بلادر. طب قول لي الريكتو بلادر دي اليورين هيطلع فولانترلي ولا ان فولانترلي؟ قال لك ده انا عندي هنا حاجه اسمها اكسترنال انال سفنكتر، انا اللي متحكم فيه، فقال لك هتطلع برضو فولانترلي. تمام. طب قال لك لا انا مش عايز الريكتو بلادر دي، انت كده هتخلي البكتيريا اللي في الريكتوم تخش في الايه، اليوريتر، وتروح على الكيدني تعمل لك بايلو نيفرايتس محترم. ما هو الفيتس ده او الفيسس ده كله بكتيريا، فكان ما ينفعش. فقال لك انا مش عايز الكلام ده خالص. قلت له ماشي، انا عندي ليك فكره حلوه خالص، مش ده الانتيريور ابدومينال وول، انا هروح لازق اليوريترز دولت في الانتيريور ابدومينال وول وهحط هنا فالف، هحط هنا فالف. تمام. الفالف ده الميه مش هيسمح بنزول الايه، اليورين. تمام، مش هنزل اليورين خالص الا لما احط هنا قسطره بايديا، الا لما احط بايديا كده قسطره جوه الفالف ده تروح مفضيه اليورين ايه، في يورين باج ولا حاجه. يبقى ده هو هعمل فيكسيشن لليوريترز جوه الانتيريور او في الانتيريور ابدومينال وول عن طريق فالف. طيب لما ادخل بقى قسطره اليورين هينزل فين؟ هينزل في الباج اللي انا مصممها دي. طيب يبقى الراجل ده بيتحكم في اليورين فولانتري؟ لا. اه فولانتري. خلاص، يبقى انت عندك حاجات بتبقى فولانتري يوريناري دايفرجن، في بقى حاجات ان فولانتري، ان هو ايه اللي هو ايه اللي هو انا هخلي العيان ده هوت هفتح له فتحه من اليوريتر للسكن بس من غير فالف، وزود ايه فالف، ساعتها هيكون ان فولانتري. عشان كده لما اجي اقسم اليوريناري دايفرجن هنقول انكونتيننت يعني انفولنتري، هي هيها. تمام. انفولنتري هقول ان اليورين از ايفاكيويتد فيها ابلاينس فيكسد تو استوما، استوما يعني فتحه، فتحه فاكر استومي، كولونوستومي، استومي يعني ايه، استومي يعني بعمل فيستولا، هنا برضو استوما ديت الاسم منها فيستولا، بس الفلوس دي ما فيهاش فالف. طيب الفولانتري او الكونفينيا الكونتيننت، اورثوستاتيك بلادر بالاكسترنال يوريثرال اي سفنكتر، ريكتو بلادر بالانال سفنكتر، كونتيننت فالف اللي قلت لك عليه بالكاسيتر، بيفضي بالكاسيتر. تمام كده خلص التيومرز كلها. خلينا كده نراجع على الحاجات المهمه في الدرس ده باللون اللي احنا متعودين عليه، لازق البيبي بلو ده، ده اسمه بيبي بلو الناس اللي مش عارفه اللون. الام سي كيو دي مهمه جدا ماشي.
ال predisposing factors ده جه قبل كده سؤال all except، نسيت اقول احفظ الثلاثه دول. الجروس بيكتشر اشهر حاجه في الجروس بيكتشر هنا وهنا، اشهر حاجه في الميكروسكوبيك بيكتشر هنا وهنا. خد بالك جاب لهم في امتحان العملي جاب لهم صوره سونار وفي بلادر وفي ايه وفي تيومر هنا كده، وقال لهم ايه التيومر ده؟ هتقول بلادر كارسينوما. طب ايه اشهر نوع بالهاريزيال ولا لان بالهاريزيال؟ يعني ايه اشهر نوع يعني؟ هتقول اعمل له الجدول ده، بالهاريزيال كذا اس سي سي، نان بالهاريزيال تي سي سي. ده مايكروسكوبيك بيكتشر. جروس بيكتشر اشهر حاجه هنا فانجيتنج ماس وهنا ايه؟ نوديول بتاع ده بابيلاري. تمام؟ ده جه سؤال عملي قبل كده، فالحته دي مهمه جدا. البوستيريور رول ام سي كيو هي مهمه، هتلاقي كله حاجات بسيطه خالص. التي ان ام ستيجنج كله مهم طبعا. التي ستيجنج بالذات مهم جدا، وانت عرفت من الرسمه مش هتحتاج في اي حاجه خالص. تمام؟ البرزنتيشن قلنا الموست كومن برزنتيشن هو الايه؟ الهيماتوريا، وقلنا انها توتال. المالجنانت سيستايتس مكوناتها ايه؟ لمده 1 يير. تمام؟ الدايجنوزس مش مهم خالص اعتقد، بس اعتقد الام ار اي ديت كبيست ايمجنج ممكن تيجي ام سي كيو. الباقي كله ملوش لازمه. التريتمنت مهمه، نون انفيسيف هيعمل تي يو ار بي تي مهمه جدا. اما الانفيسيف بقى السيرجري الراديكال سيستكتومي تفاصيلها مهمه خالص. اليوريناري دايفرجن وتقسيمته مهمه جدا اللي هي ده اهي، كونتيننت وان كونتيننت. ممكن يجيب لك الكونتيننت دي ام سي كيو يقول لك اول اكسبت خلاص، او يقول لك مين في دولت كونتيننت اي كلام، ويقوم جايب لك ريكتو بلادر وهكذا. تمام؟ درس بسيط وسهل وفي الامتحان موجود وبقوه يعني.